بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، القدوس السلام، رزاق الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخوتي في الله، نحن في سورة الشمس. إخوتي في الله، I'm going to continue in سورة الشمس. We took something very brief from yesterday. Continue in it today. يا إخوتي في الله، أنتم اليوم تدرسون وغدا لعلكم تدرسون. Today you are studying, tomorrow you'll be teaching. يعني أنت تدرس أهلك وأولادك. You teach your family, your wife, your kids, neighbors. أن هناك أساليب في التدريس، لا سيما في التفصيل. There's different ways of teaching. فاليوم نريد أن نأخذ هذه الصورة على شكل إجمالي. ماذا في هذه الصورة؟ Rather than another ayah, as opposed to looking at every single ayah, verse by verse by verse, ننظر ما يتميز تتميز هذه الصورة عن غيرها من الصور. What does this surah specifically have that other surahs don't have? وأكيد بينهن التشابه، التشابهات. The Quran is متشابه. فيا إخوتي في الله، قد انتهينا من سورة البلد. We just finished سورة البلد. فيها هذه الآية العظيمة، فلقد حمل عقبة. كيف المذاكرة طيب؟ We have to review. ما هي العقبة عندك يا عمار؟ طريقة صعبة في الجبل. It's a difficult way in the طريق. Difficult pathway. وإنما هذا ضرب المثل. It's just an example from Allah. اسمعوا يا إخوتي في الله. أحيانا ضرب المثل. Allah gives an example. وهو يبين لنا أنه مثل. يقول ضرب الله مثلا. واضرب لهم مثلا. Allah says, give them the example. Allah gives the example. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. An example has been given. Listen to it. فإنما تقول ضرب مثل يعني هذا يأخذ الأذهان. It makes you pay attention. نعم. بارك الله فيكم. وهل ضرب المثل حجة؟ من يجيب؟ الله سبحانه وتعالى يقول وقد سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ضربنا لكم الأمثال. نعم، هذا حجة. Allah says you lived in the places where people that we destroyed them وتبين لكم كيف فعلنا بهم. And it's clear to you how we punished them. And we gave you examples. ضربنا لكم الأمثال. Give examples. نعم. فبارك الله فيكم. ما فائدة ضرب المثل؟ نعم. What's the benefit of Allah giving parables and examples in His book? نعم. هذا خلاصة. هذه الخلاصة. It brings the meaning closer. ولكن لماذا يحتاج ضرب المثل؟ يعني يأخذ شيئا غير محسوس. نعم، شيئا الذي هو معنى. صدقنا سميني. مثل الشرك. شرك هو غير محسوس. نعم. ويصوره. نعم. And he gives a picture of it. حتى ترى حسن هذا الشيء أو قبحه. So you can see the beauty of this thing. Or you can see how repulsive it is.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين، أحيانا باللفظ مثل، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل عظيم. نعم. The example, مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء, the example of those who worship gods other than Allah, كمثل العنكبوت, is like a spider, اتخذت بيتا, it took a house. طيب, ما فائدة البيوت? What's the purpose of a house? ستر. هو حجاب للنساء. You can't see who's inside. You can put your money in it. It protects you from the cold weather and from the rain. It's shelter. طيب انظر البيت العنكبوت. الريح ما ينفع. ما لا ينفع من الريح. That the house of a spider, it doesn't protect from cold weather, doesn't protect from other insects coming in, doesn't protect from the rain, it doesn't protect from anything. وهكذا الذين يعبدون غير الله ما ينفع. الذين بنوا من العبادات, all that they built from all these worship that other than Allah. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ أَضْعَفِ الْبُيُوتِ The weakest of houses is the house of a spider. يعني أضعف الإيبات أن تعبد غيره. لا. يا إخوة, يعني هل هناك فرق بين من يعبد حجر ويعبد ملك من الملائكة؟ هو كله شرك. كله شرك. نعم. Somebody worships one of Malaika. Another one worships a rock. هذا عقل من ذاك؟ كله. هذا سفة. عبادة غير الله سفة. All of it is ridiculous. All of it is ignorance. لا يستحق العبادة إلا ربنا الخالق. No one deserves worship except the one that created it. طيب. في هذه الصورة يا إخوتي في الله تتميز عن كل صورة في كتاب الله بشيء. ما هي؟ This surah here is distinguished from every other surah in the book of Allah. بإيش؟ أولاً عفواً سامحوني استعجلت. I rushed. لماذا كنا نتكلم عن ضرب المثل؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فلقتحم العقبة. هذا مثل والعقبة هي الطريق الصعبة. نعم. ما معنى الاقتحام فلقتحم؟ نعم. الدخول بقوة, لم يدخل على العقبة بقوة. هذا مثل. فما هي العقبة الذي الله يذكر في هذه الآية؟ ما هي؟ عبادات مالية. أحسنتم, فهمتم. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان, يعني مع هذه العبادات هو على الإيمان. نعم, مثل عظيم. يا 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 أبا مالك. نعم. The exact this fakku raqaba entering upon the sleep hell with strength is the example of ibadat maliya. Na'am, ibadat that you spend your money on, like freeing a slave. كيف فكوا رقبة؟ هذا غالي أو رخيص؟ كيف؟ غالي. نعم, هذا يحتاج مال. يحتاج مال to free a slave. نعم. إلى آخر الآية. Feeding the poor, feeding the relatives. وذاك تلك الصورة تتميز بهذا المثل. هذا عظيم, مثل عظيم. نحن نقرأ هذه الصور يا إخوة ولكن ما ننظر إلى معانيها. وللأسف we read this story but we don't look at the meaning. أصبح تلاوة القرآن شيئا لا ينظر إلى المعاني. نعم. It became something that you don't necessarily look at the meaning but you just listen to the sound, just listen to the voice. You just listen to the voice. فهناك باب كبير في تلاوة القرآن يسمى الوقف والابتداء.
You know where you stop and where you proceed. نعم. على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. Do you expect, do you want them أن يؤمنوا لكم? Do you want them to believe in you? وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. And a group of them, they used to listen to the book of Allah. الوقف هناك ما يصلح يا أبا أحمد يعني هذا ما في لهم ما يصلح أن يقف هناك أنت ما يا أبا أحمد يعني ما في شيء هذا طيب إيش في نعم Do you want them to follow you and a group of them used to listen to the book of Allah? That's good. So you can't stop there. ما يصلح الوقف هناك. لقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون هذا الإشكال هناك يا عبد الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون then they change the meaning you have to attach it to separate it راح المعنى يا محمد أنت مائي but we don't read Quran like that now that the meaning has to be put together stop wherever you want to stop المهم النغمة يكون طيب عم عبد الله المهم النغمة يكون جميل الصوت عادي هذا وإذا بصوت لكن لابد ربط المعاني هو في آيات كثيرة نعم الله سبحانه وتعالى يقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله لا تقف هناك هذا طيب هذا طيب كيف يحكمونك هذا كان يوزد يو از ا جادج وعندهم التوراة فيها حكم الله ان هي ذا توراة ان از ذا بوك اوف هذا طيب ثم يتولون من بعد ذلك هذا هو الاشكال they have the book of Allah and then they turn away لا بد من ربط المعاني you have to keep the whole meaning together يا عبد الله انت معي ها ولكن ما we don't read Quran like that ما نقرا Quran كمل الآية حفظ طيب لا ربط المعاني مهم مهم جدا طيب يا إخوتي في الله هداني الله وإياكم إن في كتاب الله بركة نعم إن book of Allah بركة أنصحكم جميعا بحفظه نعم لا تتوقف يا إخوة في من حفظ كتاب الله في ستينات وسبعينات نعم ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي كما كنت ترتل واتلو كما كنت ترتل في الدنيا نعم رتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ read and rise and recite just like you used to recite in this world ready your place is what the last verse that you read. Imam al-Shawkani قال رحمه الله فالذي قرأ الذي قرأ الرواية القراءة يطلع إلى مستوى وإذا عنده قراءة أخرى ما زال يقرأ وعنده قراءة أخرى ما زال يطلع كيف لا يا هارون if somebody has different recitations he's still reading and he has حفص عن عاصم then he has شبع عن عاصم then he has قناعة نافع الذي هو ورق القانون then he has ابن كثير then he has كسائي نعم هذا أبو عمرو وابن عامر إيش ما زال يطلع وين درجاتنا أين المستوى حقنا where we gonna be أين نصل where we gonna reach نعم فلا أحد nobody say no that I'm not going to memorize until I learn tajweed. ممكن ما تتعلم تجويد ابدا ما لا ما وين الدروس هات المدرسون هات المدرسين احفظ قدم memorize go ahead move just turn it on your phone memorize with your phone move تحرك تنتظر المدرس هذا القرآن يكون معك في قبرك نعم يتبع الميت ثلاث three things follow the dead person
أهله وماله وعمله. نعم. His money and his family and his deeds. فيرجع اثنان ويبقى واحد. Two things go back and one thing stays. يرجع أهله وماله ويبقى قرآنه. نعم. It works. His good deeds stay with him. كم يكون لك معك في قبرك؟ نعم. هو هناك حديث ما أذكر لحظة، هو عن أبي أمامة، قال صاحب القرآن حينما ينشق عنه القبر، when the قبر cracks open on him من يوم القيامة، يلقاه الرجل يقول أتعرفني؟ He said do you know me؟ قال لا، قال أنا صاحب القرآن، I'm your friend القرآن، I'm the ones to keep you up all night. نعم. إيش من صورة؟ نعم ينشق عنك القبر. نعم. When he comes out of his grave, it's the man right there with him. Come out of the grave. First thing. ولكن ما قال عن القرآن، قال أنا صاحبك القرآن. وفي حديث ثاني قال يقال لصاحب القرآن صاحب، والصحبة تدل على ملازمة. ها يا محمد انت مائي، هاي كلمة سهلة. صحبة صاحب القرآن، صاحب القرآن is always a صاحب، is always with him, always with him, with him every day, every night. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. نعم. لا حسد إلا في اثنتين، من يكمل الحديث ومن صحابي. لا حسد إلا في اثنتين، there's no envy except in two. رجلتاه اللهما فينفقه آناء الليل وآناء النهار. He spends his money day and night. رجلا أعطاه الله القرآن، في رواية هذا القرآن، he gave him this Quran. فكيقرأه reads it day and night. هذا صاحب القرآن، هذا صاحب القرآن always with the Quran. اسمعوا لا تظني أني أرفع صوتي أن صاحب القرآن، أنا أبعدهم يا بعداني، أنا أنصح نفسي. إيش تظني أرفع صوتي تظن أن صاحب القرآن؟ لا أنا أبعدهم. Don't think I'm because I'm raising my voice I'm thinking I'm صاحب القرآن. أنا ما أقرأ يا أبا مالك أنت معي؟ ولكن هذا جميل، فنحتاج أنا أنصحكم ابدأ بهذا، لا تبدأ بالحفظ، يلا اقرأ القرآن. أيهما أجر هو أكثر، أن تقرأ من المصحف ومن الحفظ؟ يقولون هو سواء، هو سواء ما في أجر، ذاك صعب ذاك طيب ذاك طيب. اقرأ، المهم اقرأ، read whether from the مصحف، whether from your memory، whether you're reading with your phone، read اقرأ. هذا أول كلمة نزلت من السماء. نعم في على نبينا محمد. First word that came down. اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان منه، اقرأ وربك الأكرم. هذه بشارة لهذه الأمة الأمية، أمة أمية. نعم. A whole أمة they can't read or write. نعم. طيب يا إخوتي في الله، بارك الله فيكم، نحن في نعمة. من يعينني في هذه الأبيات؟ ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيضاء يقتله الظما، والماء على ظهرها محمول. يا أما عبد الله أنت معنا؟ يعني عندنا قرآن، عندنا كل شيء حولنا، هو عندنا، لكن يعني نشتكي. Everything's right here that we need. We got the Book of Quran, we got the Sunnah, we got religion, we got deen, we got everything. We still ومن العجائب والعجائب جمة. From the big strangest of things. قرب الشفاء وما إليه وصول. That the شفاء, the healing, the cure is right there, but it never reaches. It's right there. كالعيسي في البيضاء يقتله الظما.
like the camel in the middle of the desert, it dies of thirst. And on his back, he has a whole back full of water, isn't it? Back full of water, and he dies of thirst. ونحن نتساقط too. نحن نتساقط. We falling off left and right. We have to Quran. Right here with us. بالله عليك تظن أن النصراني يحفظ ويتلو يتلو كتابه؟ هذا من موجبات الحسد. واجب. أنت محسود. لا. هذا موجبات الحسد. نعم. This is things that make حسد واجب. You have a book that you recite it and you beautify your boyfriend? Hot! Bring me the people that got a book that they recite. Memorize it. Nah-uh. Hot. Yeah, this thing necessitates that you're envied. Ayyuha al-Muslim miskin, you don't know that you're envied? I'm mahsoud, my direct. Hot. You're envied. Nah-uh. In the kens, in the khayr. Faddalak Allah. Allah has chosen. Ma hu bidhaka'ik. ولا بمالك ولا ببيتك ولا بعضلاتك شيء أراده الله. It's not because your muscles, your intelligence, your wasa'it, the people you know, your fat. No. Something Allah chose. From Allah. نعم بارك الله فيكم. طيب يا إخوة. هذه سورة الشمس. اسمعوا. We start in the surah now. ما نريد أن ننتهي إلا بفائدة الكبرى. We don't want to finish the surah except that we got a full benefit out of it. ولا بد. It has to be like that. نعم. فهذه السورة يا شهاب تتميز بماذا؟ عن غيرها من الصور. What is distinguished with? أكثر الصورة قسم بالله. نعم. هذه الصورة أكثر قسم في كتاب. It has the most swears. الله يقول والعصر. As one in. الله يقول والليل إذا يغشى. Swears by the night. سورة النساء. فلا وربك. وربك. That كسرة. Allah swearing. نعم. لكن this surah. الله يقول والشمس. وضحاها والقمري إذا تلا والنهاري هذا قسم وقسم 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 كم قسما في هذه السورة يا أبا مالك 14 من يزيد نعم كم 11 قسمس 11 ولكن اسمعوا إلى هذا 11 يا عثمان 11 11 swears 11 هذا كثير يا هذا كثير اليوم ما نريد أن ننظر إلى المعاني بالضبط ولكن هذا الإيمان على أشكال على ثلاثة أشكال إذا صح التعبير If it's correct for me, say it like that. فالأول ننظر وأنتم اقرأوا معي. Allah subhanahu wa ta'ala يقول والشمس وضحاها. He swears by the sun and duhaha and the light and the heat from the sun. نعم. He swears, يقسم بشيء يعني محسوس ثابت. نعم. He swears by the sun and by the light and the heat from the sun. بعد هذا قال والقمر إذا تلاها لا ما أقسم بالقمر لا والقمر إذا تلاها ها انتبهوا يا شاب اسمعي you didn't just swear by the قمر no he swore by the قمر as it follows the shams that whole thing Allah swam by for the first two swears is by something fabulous على أمر ثابت الشمس والضحى ولكن هذا قسم ثاني هذا قسم آخر والقمر إذا تلاها in this way about the قمر while it's following the shams وهذا شيء عظيم طيب الشمس تطلع في الشرق
وينزل في الغرب. نعم, the sun comes up in the east, it goes down in the west. And the moon تطلع من أين؟ تطلع مثل it. نعم, comes up in the east and goes down the west just like it. فعندي سؤال كبير كبير كبير, من يجيب عنه فهو هو. نعم, هكذا كان يقول الشيخ. Whoever answers this question, he's he. He's he, he's not somebody else. يا هارون أنت معنا؟ نعم. اسمعوا اسمعوا, على سبيل المثال يا أبا أحمد, the قمر it comes up in the east and it goes down in the west. If today, على سبيل المثال, على سبيل المثال, if the shams went down tonight at 7 o'clock, it went down. نزل غاب عن الأرض. غاب at 7 o'clock, it went down. At 7 o'clock, it went down. It set at 7 o'clock. Tomorrow, what time is it going to set? كل يوم كم يتأخر. Every day, how much does it delay? من يجيب؟ منزلة دقيقة. أنا أسأل الوقت. كم؟ كم؟ How many دقائق؟ Today, it went down at 7. Tomorrow, at what? 7:05? 7:10? 7:15? 7:20? 7:30? 8 o'clock? 9 o'clock? 8 minutes. من يزيد؟ نعم. 2 minutes. I'm not asking about the sun. I'm asking about the moon. طيب. أنا أسأل عن دقائق. How many minutes does it delay? اسمعوا اسمعوا. أنتم تشاهدون رمضان every year. That first day you come out in Ramadan, you don't even see the moon. Then the second day, you see the moon there. Then the third day of Ramadan, mashallah, you see the qasr. Then the fourth day, it's going back because it don't get down here until later. Ya Harun, Hasmei! Ya Abdullah, Hasmei. 10 minutes. Ya Ikhwan, 40 minutes. سبحان الذي خلقها. من يملكها؟ من يقدر؟ 40 minutes, 50 minutes. 40 minutes. من ينظمها؟ How? Every single day. So a day at 7 o'clock, it was here. Next day, 7 o'clock, it's going to be there. Next day, 7 o'clock, it's going to be there. Next day, 7 o'clock, it's going to be there. Next day, 7 o'clock, it's going to be there. Next day, 7 o'clock, by the time you get to the 15th night, it is way past, not even near setting at 7 o'clock. Ya Harun! من يفعل؟ فالله يقول والقمر إذا تلاها. يعني تلاوتها تلاوة بمعنى اتباع. It's incredible how far the shams. And with that, the sun is going together. فاسمعوا اسمعوا. I'm on another topic. في أول الشهر, في أول الشهر يا أخوتي في الله, الشمس والقمر يطلعان جميعا. من ضوء الشمس ما تشوف الإله. From the strength of the sun, you can't see the إله. نعم. They come up nearly at the same time. But on the first of the month, the sun sets. But when the sun sets, نحن ننظر للحلال. ما يمكننا نراه من قبل من شدة الضوء. We can't see it until the sun sets because it's just so bright. So as soon as it sets, we look in the western sky. They're close together at the beginning of the month. So as soon as the sun sets, we look. We look over here and we see if we see it. Then we see it. Then the next day, it's going to go back. It's going to go back 40 minutes. Now back 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. So when it's like in the, remember in the, at the 15th of the month, that's the middle of the month. Now it's a full moon. Now you're going to see the full moon. And it's still up. Now. Sayati ayam. And initially not. When you're going to Fajr, it's just coming up.
أنت معي يا عمان، أنت معي. والله أنا تعلمت القمر في دمهج، لا علمني أحد إلا المشي إلا الليل والنهار وأمشي للمسجد على خلال سنوات. نعم. I just learned the sun and the moon just from being and just walking every day at night, during the day. There's no city lights. There's no lights. You know. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala يقول رب المشرقين ورب المغربين والمشارقي. ستجد لمن يتنبه that during the winter the sun is going to come up here, but in the summer you find the sun come up in a whole different area. يا من معي أين الشيبان يا جداني وين أنت اليوم. يا أم عبد الله أنت فهمت كلامي الذي قلت الآن. الله من معي يا أبا أحمد أنت معي أنت معي يا أبا أحمد. أنا أقول if you walk to Fajr every day and from for the whole year during the winter you're going to find the sun for example on the left now and slowly by the time the summer comes you're going to find that the sun comes up on a whole different area. A whole different area slides over slowly and sets another place. Now, هذا من الآية رب المشرقين ومغربين. The sun has مشرقين, has two east that it comes from, according to the winter. And but we don't even pay attention to the sun here, will we? Now, طيب نرجع إلى درسنا. For the first قسم, Allah swore by the sun and by what? But no, by the dawn. Now this way is by something moving. وَالْقَمْرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا. By the day when it brightens up the whole sun. بعده يقول إِذَا جَلَّهَا جَلَّهَا الشَّمْسِ. بعده جَلَّهَا جَلَّهَا الْأَرْضِ. بعده جَلَّهَا جَلَّهَا الدُّنْيَا. بحسبه. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. هذه الثلاثة. قَمْرِ إِذَا تَلَاهَا. نهاري إذا جلاها والليل إذا يغشى. إذا يغشى as it covers the whole world. Allah swearing by that حقيقة. نعم هذا الأمر هذا الفعل يا عمار أنت مائي. That's the second kind. Look at these last ones. والسماء وما بناها. هذا شيء آخر. والسماء وبنا وما بنا والأرض وما طهاها ونفس وما سواها. طيب فما معنى هذا يا إخوة يا عمار؟ والسماء وما ما معنى وما بناها؟ بناها goes back to the سماء and السماء and the one who built it. والسماء وما بناها ما معنى وما بناها؟ يحلف بالسماء والذي بنى السماء. نعم الله swearing by the sky and swearing by the one who created the sky himself. That's not like the first ones. That's not like the first ones. على ثلاثة يعني أشكال. The قسم comes on three different ways. إيش من صورة يا من معي يا إخوة. يا أبا مالك أنت معي. طيب. اسمعوا. اسمعوا. أنا ما أرتاح أن أكون أتكلم وممكن تعبيري ما هي واضح يا عمار. قل يا عبد الحكيم كلامك ما نفهم. قل هكذا حتى وضح. أنت فهمت المقصود. طيب يا أخانا أبا ليث كل شيء مفهوم. نعم. These last customs here, Allah swearing by the sky and the one who built it. والأرض وما طحاها. يعني طحا بسطها. فرشها. Allah swearing by the land and the one who spread it out. ونفس وما سواها. The one who fashioned it. Each one is different. Each one is different. The first section. والشمس وضعها. Swearing by that. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا. والليل إذا. It's another kind of swear. And then this one here is another kind of swear. وكلها على المقسم عليه. سنأتي بهذا غدا إن شاء الله يا إخوتي في الله. هذا درسنا اليوم. هذه صورة أكثر
الصور قسما. هذا most basic. والله سبحانه وتعالى يقسم بعظيم مخلوقاته. swears by it's great, great creation. هل اسمع، هل هناك كافر ينكر يعني عظمة الشمس؟ المخلوق الخلق هي عظيم. أنت المخلوق زادين مالك بالخالق. هل هناك أناس يعبدون الشمس؟ Are there people who worship the shams? من هو أولى؟ خلاص. من هو أولى؟ Who deserves the most praise and worship? The shams or the creator of the shams? من خلقها؟ من يدبرها؟ من يدبرها؟ Who controls it? نعم. فإن شاء الله نكتفي بهذا. أسأل الله أن يبارك لنا. أشهد الله أن يفيدنا وأن يعلمنا يعني مراده في هذه الصورة. We pray that Allah teach us what He intended in the meaning of this verses here. Surah Al-Qamar. This is where we're going to stop today. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.